تحياتي. أنا بالحقيقة بهذا الأوراق الذاكرة والوجدان، يعني هو دائما نحكي فيه عن الفنانين اللي ارتحلوا لرحمة ربهم ويجعل مسواهم الجنة، هو زاوية حزينة ويمكن أنتوا عم تتضايقوا أو تنزعجوا، بس أنا مني بالنسبة إلي هو عرفان بالجميل لهؤلاء الأشخاص الفنانين والفنانات يلي ارتحلوا وتركوا بصمة بحياتهم الفنية وبتعاونهم مع قناة حكيم للإنتاج الفني. سامحوني، هو الابتسامة جميلة والذكرى الحلوة جميلة، والأجمل أنه دائما احنا نذكر اللي راحوا بالخير والمحبة. أنا اليوم بدي أحكي عن شخص هو كائن جميل جدا ومحبب جدا وخدوم جدا، ورب العالمين بيعطي لهؤلاء الناس عقلا جميلا وذاكرة أجمل واستيعابا أقوى. أنا اليوم بدي أحكي عن راحل رحل من فترة، عبد الله حسوي مثقف ودارس ومتعلم ودخل على الوسط الفني يمكن بالصدفة، لكن ذاكرته وخبرته خلوا الناس كلها تتعاون معه. ما في منتج ما تعاون معه، ما في مخرج ما تعاون معه، من أكبر مخرج لأصغر مخرج، من أكبر منتج لأصغر منتج. وكانت علاقاته مع الفنانين رائعة، لأنه هو شغلته ريجيسير. الريجيسير بالنسبة إلنا نحن شو هو؟ اللي بياخد الأوردر من مساعد المخرج أو مدير الإنتاج في أسماء الممثلين، ساعد حضورهم على مكان التصوير وتبليغهم، ملابسهم، مشاهدهم، أنه الساعة لازم يكونوا موجودين، هي شغلته. وكان يخدم كتير شباب جدد ويحافظ على علاقاته مع الفنانين الكبار ويعامل الفنانين الدرويش أو اللي أدوارهم صغيرة كتير برقي وأدب، وكان يخدم كتير ناس. عبد الله حسوي في عتب كبير من أخواته وأهله، الحضور والوفاة والعزاء كان كتير ضئيل. أنا شخصيا ما رحت، أنا ما عم دافع عن حالي، لكن أنا شخصيا ما رحت لأني أنا حالتي المرضية وأنتوا بتعرفوا كل الشباب هون بيعرفوا ما قدرت أروح، لكن كتبت عنه زاوية وحكيت عنه، وهلأ أنا عم أقدمه في أوراق الذاكرة والوجدان كفنان. حتى عبد الله حسوي كان في له أدوار وأدواره المميزة، لأنه كان كاركتره كتير ظريف، شاغل بالتلفزيون، شاغل السينما، لكن على المسرح والإذاعة لا. اللي أنا بحب أقوله عن هذا الفنان، خدم كتير شباب ووجوه جديدة. يعني كان لما مخرج بده شاب أو كذا لأدوار كم مشهد كم كذا، كان يرشح هدول الشباب أو الفتيات أو حتى في لأدوار مهمة بالأعمال، وكان يصر ويساعد ويخدم، ما أصر بحالة. أنا بقدر بقول لأهله الله يرحمه، الله يجعل مثواه الجنة، ربي يكرمه بجنته، عوضكم على الله، ولا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله عليه، قناة حكيم عم تكرم هذا الإنسان لأنه كان وفي للوسط الفني. صحيح ما اشتغل معي غير ريجيسير في أعمالي، لكن أنا واجبي أني أتذكره وترحم عليه. نلتقي الأسبوع القادم.
بفنان أو فنانة رحلوا. إلى اللقاء. تحتين وهنا. الله يبارك له على الكبابات يا عمي. أهلين وسهلين. أهلين. سو اللي سموه شو صار؟ افتح كاميرا تلفون. بدي الواقع لنا كاميرا تلفون. بتخني هو اللي باعه. باشان الدين باعه على المحل اللي عجوله. وانت قال خلاص. قالوا خلاص. كاميرا تلفون. يلا اضرب. يا حيف عليك يا برباب. معلم هي اللحمة اللي بعتوا اياها. خير يصل زبونا من زمان. شلون شغيلك بيعني هيك لحمة؟ هات لك مالك شايف اكلوا عم تلتلي مالك شايف عم ياكلوا مشان انا بعطيك. شوف حبيبي من غشنا ليس منا.